فيلم بن مهيدي، الفيلم اللغز، مسة العقل المدبر للثورة الجزائرية. اجتهد الثنائي عبد الكريم بهلول ومراد بوربون في كتابة قصته، وانطلق المخرج بشير درايس في تصويره سنة 2015 في فيلا سيزيني الشهيرة بالجزائر العاصمة، والتي استخدمها المستعمر الفرنسي مركزا لتعذيب الجزائريين، وعلى رأسهم بن مهيدي الذي اقتدى إليها بعد اعتقاله سنة 1957. بعد أن بلغت ميزانية الفيلم ما يقارب 3 ملايين يورو، تبنت السلطات الجزائرية سنة 2018 قرار منع عرضه بسبب الخلافات حول مضمونه، ووجهت وزارة المجاهدين أكثر من 50 تحفظا يخص طريقة تناول الفيلم لرموز الثورة الجزائرية، أبرزها خلافات أحمد بن بلا مع بن مهيدي. وبخصوص هذه النقطة الخلافية، قالت ظريفة بن مهيدي شقيقة الشهيد: في الحقيقة كانت هناك خلافات بين أحمد بن بلا والعربي بن مهيدي، هذه ثورة عارمة وفيها عدة أشخاص ولا يمكن أن يكون هناك توافق دائم بينهم، ما أجبر المخرج درايس على حذف العديد من المشاهد وإعادة تصوير بعضها، حيث أصدر 12 نسخة من الفيلم قبل أن يصل إلى النسخة النهائية. وبعد أكثر من 5 أعوام من الحظر، أطلق سراح العرض الشرفي الأول للفيلم يوم 4 مارس بأوبرا الجزائر، تزامنا وذكرى وفاة البطل بن مهيدي. وتدور قصة الفيلم الذي هو من بطولة الممثل الجزائري خالد بن عيسى حول حكاية البطل الجزائري الشهيد العربي بن مهيدي الذي يلقب بحكيم الثورة الجزائرية. وحسب آراء المشاهدين للعرض الأول، فإن الفيلم جاء خاليا تماما من المعارك التي اعتاد الجزائريون على مشاهدتها في الأفلام التاريخية الجزائرية وحتى العمليات الفدائية، في حين طغت على الفيلم لغة الحوار أكثر من لغة السينما، مثل ما طغت الاجتماعات والنقاشات بين زعماء الثورة. يضاف هذا الفيلم إلى رصيد السينما الجزائرية الخالد في انتظار أن يعرض جماهيريا ويوزع في كافة قاعات السينما عبر ولايات البلاد، ليتمكن الجميع من مشاهدته وينطلق في رحلته إلى المهرجانات العالمية والعربية.